السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. وزيرة الشؤون الاجتماعية تشيد خلال إطلاقها الحملة الوطنية للاتصال من أجل تغيير المسلكيات الاجتماعية بمكانة المرأة الموريتانية. جمعية أسعد تسعد تعلن ختام أسبوعها التحسيسي حول الكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم بالعاصمة نواكشوط. اللاعب الدولي السابق جورج ويا يتقدم في نتائج الانتخابات الرئاسية المؤقتة المعلنة من طرف لجنة الانتخابات الليبرية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ميمونة بنت تقي أن وضعية المرأة في دول الساحل متشابهة من حيث الإسهامات والمعوقات، وإن مشروع استقلالية المرأة والعائد الديموغرافي في الساحل يشكل أحد أهم المشاريع التي يعمل قطاعها على تنفيذها. جاء تصريح بنت تقي خلال إشرافها بمدينة كيفا على انطلاق الحملة الوطنية للاتصال من أجل تغيير المسلكيات الاجتماعية. إن وضعية المرأة الموريتانية والإفريقية عامة وخاصة في دول الساحل وضعية متشابهة، حيث الإسهامات والمعوقات متشابهة، كما أن الكل متفق على أهمية مشاركة المرأة في التنمية، بل واستحالة بلوغ أهداف التنمية دون إشراك فعلي للنساء. وفي هذا الصدد شكل مشروع استقلالية المرأة والعائد الديموغرافي في الساحل، الذي يعتبر ثمرة لجهود فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز وزملائه رؤساء بوركينا فاسو وساحل العاج ومالي والنيجر وتشاد، من أجل رفع التحديات الديموغرافية المتزادية التي تشكل عائقا تنمويا في منطقة الساحل وإفريقيا بشكل عام، هو أهم مشروع حاليا نعمل على تنفيذه. وكما أشار منسق المشروع، هو مشروع يهدف إلى تسريع التحولات الديموغرافية من خلال دعم جهود الدول الأعضاء لتحسين معدلات الولوج لخدمات الصحة الإيجابية، وتشجيع تمدرس البنات واستقلالية المرأة، ودمج العائد الديموغرافي في السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء. وقالت بنت تقي إن موريتانيا تتوفر على تشريع يحظر استغلال النساء، وإن المرأة تحظى في البلاد بحضور وصفته بالمتميز في مراكز صنع القرار، كما تستفيد في المجال الاقتصادي من البرامج الحكومية للتنمية. تتوفر بلادنا على تشريع وطني يحظر استغلال النساء ويتخذ من التشريع الإسلامي مصدرا له، حيث أن الدستور يضمن المساواة بين جميع الموريتانيين دون تمييز، كما أن بلادنا صادقت على جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة والفتاة، وتعمل باستمرار على محاربة مختلف أشكال العنف ضد المرأة. وتحظى المرأة الموريتانية بحضور متميز ضمن مراكز اتخاذ صنع القرار، حيث توجد 10 وزيرات وما يزيد على نسبة 23% بالبرلمان، سواء في وايضا في مناصب التعيين مثل اعضاء رؤساء المجالس الاداريه والمجالس البلديه. وفيما يتعلق بمجال التمكين الاقتصادي، تستفيد المراه من البرامج الحكوميه للتنميه مثل تفعيل مؤسسات القروض الصغيره التي تشرف عليها وزاره الشؤون الاجتماعيه، وانشاء صندوق الايداع والتنميه اللي يعطي اولويه في القروض للنساء. هذا وقد قدم المنسق الفني لمشروع المرأة والعائد الديموغرافي ماء العينين والليه عرضا حول المشروع وأهدافه ومرتكزاته الأساسية. المشروع لصفة مختصرة يشترك فيه 6 دول، هي بالإضافة إلى بلدنا نيجر ومالي وتشاد وبوركينا فاسو، ويتكون يدعمها 4 شركاء، هما البنك الدولي، صندوق الأمم المتحدة للسكان، منظمة الحرب الإفريقية للصحة، ومنظمة بيل ميليندا غيتس. يتركز على 3 مكونات. المكون الأولى هي الولوج إلى خدمات صحية جيدة خصوصا بالنسبة للأم والطفل. المكونة الثانية هي توفير هذه الخدمات، والمكونة الثالثة هي العمل على تغيير السلوك من أجل دمج العائد الديموغرافي في السياسات الاقتصادية للبلد. الخدمات المقدمة من طرف المشروع في مجال الصحة الإيجابية هي الوصول إلى خدمات الصحة الإيجابية
وتكوين موظفي الصحة يعني الذين يتكفلون خاصة بالأم والطفل. الخدمة الثانية هي تدعيم تكوين البنات من خلال المنح الدراسية، النقل المدرسي، الدعامات التربوية. أعلنت جمعية أسعد تسعد عن ختام حملتها السنوية الثالثة حول الكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم على مستوى العاصمة نواكشوط، كما أعلنت عن شراكة مع هيئة الرحمة للكشف عن 200 فحص مجاني. وقالت الجمعية إنها ستبدأ في الحملات التحسيسية على مستوى ولايات الداخل الموريتاني حول أهمية الكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم. نحن اليوم في ختام حملة كوني بخير البلاد ضد سرطان الثدي وعنق الرحم، وهنا في مدينة نواكشوط إن شاء الله الصبح في الداخل. الحفل هنا جامع نقطتين، على أنه ختام حملة كوني بخير هون في نواكشوط، وبداية انطلاق شراكة بين جمعية أسعد وسعد هي وهيئة أحمد والعبد العزيز الرحمة، ليعد فيه إن شاء الله 200 فحص للثدي وعنق الرحم. نشاط اليوم الدحميس معدل هنا في أهل ختام حملة نواكشوط اللي استمرت مدة 6 أيام للتوعية ضد سرطان الثدي وعنق الرحم. وبهذه المناسبة مستغلين فرصة الترحيل ياكن نعلنوا عن إطلاق هذا 200 فحص مجاني للسيدات وتسجيل المستفيدين منهم بالتعاون مع جمعية الرحمة. وفي نفس الوقت نختتموا الحملة، لين نطلقوا الحملة في الداخل إن شاء الله تستمر مدة أسبوع. أعلنت لجنة الانتخابات في ليبيريا عن نتائج أولية الانتخابات 10 أكتوبر الرئاسية، أظهرت تقدما للاعب الدولي السابق جورج وياه المشارك في الانتخابات للمرة الثالثة على التوالي، يليه جوزيف بواكي نائب الرئيسة منتهية الولاية. وينتظر أن يتم الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات التي شارك فيها 20 متنافسا على خلافة إيلين جونسون سيرليف في 25 أكتوبر. التفاصيل في هذا التقرير. النتائج المؤقتة والأولية للانتخابات الرئاسية في ليبيريا تضع اللاعبة الدولية السابقة عضو مجلس الشيوخ جورج وياه في الصدارة، متبوعا بنائب الرئيسة منتهية الولاية جوزيف بواكي. وحسب النتائج المعلنة من طرف لجنة الانتخابات الليبيرية، فإن جورج وياه المترشح للانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة متقدم في 9 مناطق من أصل 15. ولا يستبعد بعض المتابعين للشأن الانتخابي في ليبيريا أن يتم تنظيم شوط انتخابي ثان بين وياه ونائب الرئيسة منتهية الولاية، وذلك بفعل صعوبة حصول أي من المترشحين على أزيد من 50% من الأصوات المعبر عنها. وقد شارك في الانتخابات الرئاسية الليبيرية التي تعتبر الثالثة منذ انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت زهاء عقد ونصف 20 مترشحا، بينهم امرأة واحدة هي الزوج السابق لجورج وياه. وقد شهدت بعثة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي كانت تشغل إيلين جونسون سيرليف رئاستها الدورية بالجو العام الذي جرت فيه الانتخابات. وقال رئيس البعثة جون مهاما دراماني الرئيس الغاني السابق خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة مروفيا إن الانتخابات كانت شفافة ونزيهة وإن الليبيريين عبروا خلالها عن آرائهم بكامل الحرية. وتواجه ليبيريا تحديات كبيرة على المستويات الاقتصادية والتنموية، حيث إن أزيد من 60% من سكانها يعيشون تحت خط الفقر، وهو ما سيكون أبرز تحدي يواجهه من سيتولى رئاسة البلاد التي قادتها إيلين جونسون سيرليف كأول امرأة إفريقية تنتخب رئيسة إلى السلم، ونالت بذلك في عام 2011 جائزة نوبل للسلام، لكنها لم تستطع إخراج البلاد وسكانه من الفقر المدقع. قال عمدة بلدية تجنين سيدي محمد والخيدة إن الدولة تنتهج سياسة عامة تولي التعليم مكانة خاصة، وإن ذلك يتجلى من خلال البنى التحتية المدرسية. أضاف والخيدة خلال تنظيم البلدية حفلا لتوزيع 200 حقيبة مدرسية أن البلدية ستسعى نهاية العام الدراسي إلى تكريم مدير ومعلم وتلميذ كانوا الأحسن خلال العام الدراسي على مستوى تجنين. فإن اهتمامنا بالتعليم يدخل ضمن سياسة عامة تنتهجها الدولة بتعليمات سامية بفخامة رئيس الجمهورية الذي يولي التعليم مكانة خاصة،
وليست المنشآت التعليمية التي شهدت طفرة نوعية في عهده كبناء جامعة نواكشوط العصرية واستحداث مدارس الامتياز والمدارس العسكرية وغير ذلك، إلا خير دليل على العناية الفائقة التي يحظى بها التعليم من قبله. إننا نلفت عناية تلاميذ تجونين وآباء التلاميذ والطاقم التربوي بصفة عامة إلى أن بلدية تجونين أخذت على عاتقها إعطاء 3 جوائز قيمة بإذن الله نهاية السنة الدراسية لصالح تلاميذ ومعلم ومدير مدرسة كانوا قمة في الأداء المعرفي والخلقي خلال السنة الدراسية 2017-2018، حيث سنعلن عن حفل بهيج للاحتفاء بالمدير النموذجي والمعلم النموذجي والتلميذ النموذجي نهاية السنة الدراسية الجارية، وستكون جوائز قيمة بإذن الله كما أسلفت. أطلق المجلس الأعلى للشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجمعية محلية تنشط في حماية المرأة والطفل أسبوعا في مقاطعتي السبخة والميناء، يتضمن أياما تحسيسية حول مخاطر المخدرات وتأثيرها على الطفل. وقد تمت انطلاقة الأسبوع التحسيسي من خلال تنظيم مباراة لكرة القدم بين بعض الفرق الرياضية. هذا النشاط اليوم أو الافتتاح الرسمي لهذا النشاط اليوم هو عن تعاون وبالشراكة مع المجلس على الشباب مع وزارة الشباب والرياضة وكذلك مع جمعية محلية هنا في السبخة والميناء تسمى جمعية الطفل وحماية الطفل والمرأة والعمل الاجتماعي. طبعا هذا النشاط عبارة عن أسبوع تحسيسي يبدأ اليوم بهذا العرس الكروي، وطبعا ستكون هنالك أيام تحسيسية وستختتم بمحاضرة فيلا كاز حول ضرر المخدرات، وبالتالي هذا نعتبر كشباب وكمجلس أعلى للشباب بأن هذا العمل هو مهم خصوصا لهذه الفئة طبعا من الشباب خاصة في الموسم الافتتاح الدراسي لهذا العام. تشكو عدد من القرى بولاية الحوض الشرقي من شح المياه وضعف المرافق التعليمية والصحية، ويطالب سكان هذه القرى النائية الجهات الرسمية المعنية بإيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجههم وتهدد حاضرهم ومستقبلهم. فريق من قناة المرابطون زار بعض هذه القرى وأعد التقرير التالي. تواجه بعض القرى النائية بولاية الحوض الشرقي مشاكل جمة أريق سكان، في مقدمتها شح المياه الصالحات للشرب وهشاشة المرافق التعليمية وغياب مرافق صحية، إضافة إلى بوادر الجفاف الذي يثير قلق عدد من المنمين في المنطقة. والحضانة فاتت لين شربت هنا تقبل الدولة وجينا احنا أريق عشان وضمناها، وأنا من ضمن الناس اللي ضمنت. أسمعت المتكلم محمد اسمه اللي بقى أسمعت بالأزمات، وسيطرنا على الوضع الحمد لله، وخاصنا لا تعاون من الدولة، خاصنا لا تعاون من الدولة، دور يوفرنا الماء، وفرنا الماء، ومدرستنا هاي كلاسين تعدلوا من الدولة. ويطالب آخرون وزارة الشؤون الإسلامية بالاهتمام بالمحاضر والمساجد في هذه القرى النائية وتقديم الدعم والعناية لها ودمجها في البرامج والسياسات في هذا المجال. ولذلك الأساس طالبين من الدولة جزاها الله خيرا وجمعتنا اللي شاتنا وشيوخنا لأنهم يطلبون الدولة تعطينا تكميل معلم ثاني به، لأن هذا نبغي نستفاد ما هم تعلمنا الشراسي ماني صايب للتلاميذ. وتشكل السدود التي تعتبر مصدر رزق لمختلف القرى هنا ركائز أساسية يعتمدون عليها في زراعة الأرض وبيع ما أمكن من المحاصيل الزراعية لمجابهة مصاعب الحياة، غير أن مساعي المزارعين تصطدم ببعض التحديات. اللي احنا نزرعونها وقالعها من الحيوان وضعفها عنا حمايه نعدلوها، واحنا اهل قرى في القاع نشتغلوا فيه. اسمعت. ويعتبر بعض السكان هنا ان عدم الاهتمام بايجاد حلول للمشاكل التي تواجههم من شانه ان يفاقم من معاناتهم، داعين الجهات المعنيه الى التصدي للتحديات الماثله امامهم. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. وزيرة الشؤون الاجتماعية تشيد خلال إطلاقها الحملة الوطنية للاتصال من أجل تغيير المسلكيات الاجتماعية بمكانة المرأة الموريتانية. جمعية أسعد تسعد تعلن ختام أسبوعها التحسيسي حول الكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم بالعاصمة نواكشوط.
اللاعب الدولي السابق جورج ويا يتقدم في نتائج الانتخابات الرئاسية المؤقتة المعلنة من طرف لجنة الانتخابات الليبرية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرة على الشاشة الثانية. موجز إخباري بحول الله. دمتم في أمان.